مهرجان العالمين الجديدة والجو الجميل والجو الخطير. واحد هنا لو يقضي الأجازة بتاعته بقى على طول يعني نقعد هنا الثلاث شهور بتاعت الصيف وبعد كده ننقل الشغل في الشتاء، يبقى حاجة من الحاجات اللذيذة. في هنا الشباب بتعمل حاجة مش مفهوم، ده بينحتوا سلحفة دي ولا دي ايه؟ لا مؤاخذة رئيس. ده ايه بقى الحوار ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بتزينوا البحر. بتزينوا البحر؟ تتابع مين طيب؟ تبع وزارة الشباب والرياضة. ده فيها جايزة يعني ولا فيها؟ ايوه دي مسابقة. ده مسابقة اقسم بالله؟ انتوا تيم مع بعض والشباب اللي انا بوظت لهم عروسة البحر ده تيم برضه. ايه رأيكم؟ خسرتهم. بقى علي اساس الوقت يعني ان انتوا خدتوا وقت احنا كلنا يعني على حسب التعاون. بصوا انا هظبط لكم عينيها، اصل انا عندي سلحفاه كان اسمها رجاء. رجاء بس ماتت ودفنتها في الجنينه ودفنت معاها ذكريات. دي الارضك بتنده، عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ بتعملي ايه؟ بوري مستر عشان اعرف يعملها. لا والله انت ده دورك ان انت تمسكي الصوره؟ لا شويه بسيب الصوره واشتغل شويه. بس هو مخروم من هنا انت. من الميه بقى. مشكله بقى. طيب هسالكم سؤال سريع عشان ممكن تكسبوا معانا جايزه لذيذه، طبعا فريق واحد، فهنسال سؤال ايه ليكوا كلكم، سؤال صعب، اللي جاوب غلط كده كده هنرشه بالميه. ماشي؟ اب عنده من العمر اربع اضعاف ابنه، وبعد 20 سنه بقى عمر الاب ضعف عمر ابنه. يبقى عمر الاب كام وعمر الابن كام؟ ممكن 40 والابن 20؟ ايوه لا 40 و10 بعد 20 سنه هيبقى 30. جودي 40 وكام؟ و20. 40 و20 خالص. ماشي. مارينا؟ 40 و10. 40 اللي هو اربع اضعاف صح؟ وبعد 20 سنه بقى هو 60 والابن بقى كام؟ 30. 30 يبقى ضعف. مارينا صح كسبت معانا. طب والله سؤال صعب، برافو عليكي. اوبا اوكتوبوس اخطبوط عاجبني التاتش الضحكه. اه اما حاجه عين كمان بالحجر. ايوه وحواجب جامد. احكي لي بقى نادره انتوا بتعملوا ايه هنا؟ هنا اشتغلنا على المجسمات الرمليه عموما. وزاره الشباب والرياضه اطلقت مبادره لتجميل الشواطئ مصر عشان نبدا نحطها على الخريطه السياحيه الوقت الجاي. حلو قوي. اه هنعمل مجموعه مجسمات رمليه. ما الاشكال دي هتبوظ، ده فاضه بقى يعني. ما انا دلوقتي هروح جاي مرمي عليها باظ. لا هي الاشكال دي مش بتبوظ، الاشكال دي بتقعد وقت معين. تمام. ممكن تقعد معانا من سنه لثلاث سنين كمان في الشتاء. دي شويه ميه دلوقتي غير ما هي شويه ميه حقيقي، بس هي ليها طريقه معينه في الكبس بتقعد معانا، عشان كده في مهرجانات اصلا للمشروع ده. والله ده جزء من تنشيط السياحه. ما بقتش كحيان، ما بقتش كحيان، ما بقتش كحيان فين على فين. دي كانت حاجه من الانشطه اللي بتتعمل هنا في مهرجان العالمين الجديده على البحر. الشباب بتجمعها بتعمل اشكال بالرمله. بصراحه انا منبهر منبهر جامد. خلينا بقى نشوف حاجه تانية ونبوظها لهم برضو. هو ده باليه ولا ده؟ ده باليه؟ لا والله؟ بحيرة البجعة دي عملتوا بحيرة البجعة؟ لا والله؟ هي ايه الفرق بين بحيرة البجعة وبحيرة البط؟ اه يعني رقصة بحيرة البجعة بتبقى عاملة ازاي؟ اللي هي بتبقى دي؟ مساء الفل، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ دول كارمينا بوران. مين؟ اللي اخر مره كارمينا بوران. ده اسم الرقصه. ايوه كارمينا بوران اللي هم كانوا بيخلوا البنات عبيد. اه اوكي. طب لو هتعملوا بروفا ممكن نشارككم، ايه رايك؟ انا بصراحه مبسوط جدا. ما ينفعش نعقب. هوبا انا حاسس ان انا تامر حسني بصور كليب. نايمين بقى هما، ناموا دلوقتي كده نمتوا. بقى دي خناقه هتحصل دلوقتي، يستعدوا لحاجه. يا ساتر هعمل ايه؟ صراحة جامدين. لسه
فاسترتشات يعني تيجي الاول. اللي جاي بقى علاء الدين، علاء الدين وياسمين. حلوة دي السقفة الصباعية. شباب شكرا بنات شكرا. ايه رايكم فيا؟ ايه جامد ده جامد. وعملت حركه عجين الفلاحه دي حكايه. شباب العضلات الجامدين سلام عليكم. الجيم على البحر ده من الحكايات الجميله. اكتر حاجه انا بحبها بقى ان انا العب رياضه على البحر، بس مش تقيله دي. كم؟ خمسة جرام. ها ده فل ده يا باشا والله. سميت انت شايف سميت خشب شبه عصايه المقشه شويه بس تمام. خفيفه قوي على فكره والله خفيفه. بتعملوا ايه هنا بقى؟ ايه الحوار؟ لا والله بس كده انتوا جايين بين المشوار ده كله عشان تتمرنوا؟ تمرين على البحر حاجه ثانيه. اه طبعا. بيفرق في ايه بقى؟ النفسيه بتخليها احسن. العضلات اه تقيله البتاع دي؟ ممكن اجرب؟ ليه في خشب؟ فكره كبيره ان دي حاجه صديقه للبيئه يعني. سقفه للوحش يا جماعه. ساعدنا انت من ناحيه. واحد الله. هي سهله يا باشا ما فيهاش قصه. يلا نزل. الله عليك. هي ليه كل حاجه لازم افرد فيها ظهري؟ شكرا شباب شكرا. يا روبي ليه بيتاركوا؟ فاكرها دي عرفت. معاكم خدوني معاكم. في واحدة فاضية هاخدها. استرتشات ده كوتش؟ مريح يعني الأعصاب وكده. 3 2 هو أجنبي ولا؟ هو بنجري من حاجة ولا؟ لا وجانا سبيد اب. ايه؟ اه سبيد اب ده يعني نعلي الصوت. ده بنولد طاقة كده ولا؟ ايه الأخبار؟ ايه الأخبار؟ انت بتولدوا طاقة هنا ها؟ اه طبعا بتحرق. ايوه ايوه جامد. طب ما هو طلع بيتكلم عربي. شفتها في كليب روبي دي. 7 ايه يا باشا؟ هي بترفع قوي كده. بقالك كتير قوي بتجري من عليها ها؟ اوكي. ايه اللي بقبق دي؟ درس انجليزي ده يا ريس صح؟ زي ما انتم شايفين دي ناس بتهدر طاقتها او بتولد طاقه مش عارف او درس انجليزي مش قادر افهم بس دي حاجه من الحاجات اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديده. سيبونا نطرق بقى من مهرجان العالمين الجديده. احنا دلوقتي موجودين في مكان جديد. احنا اول مره نيجي هنا. دي اليو ارينا. اليو ارينا دي المكان المخصص للحفلات اللي بتعمل فيها بقى الحفلات الخطيره بقى. تامر حط عمرو دياب وكل الجوده. الحته دي بتبقى بالليل في الويك اند زحمه مش طبيعيه. مهرجان العالمين الجديده مش بس حفلات وكده بالليل، لا ده في حاجات كمان مهمه قوي. يعني احنا دلوقتي موجودين في مسابقه لطلبه كليه هندسه لجامعات مصر كلها تقريبا مشتركه في المسابقه دي. كل جامعه عامله عربيه بمواصفات معينه داخلين بيها مسابقه سرعه. هتبقى المسابقه دي بكره. احنا النهارده في التجهيزات بتاعه المسابقه. مش عارف الناس عارفه المعلومه دي ولا لا. انا خريج كليه هندسه، يعني انا خريج كليه هندسه جامعه القاهره قسم اتصالات. اللي هيقف معايا ازعله، يعني هساله اسئله هندسيه
هيضيع مني. عندنا حاجات حلوه والله، يعني عندنا عربيات وحاجات خطيره. خلينا نشوف باشا. تعالى ركبنا العربيه، تعالى الكنب اربعه ورا يا راجل. يا باشمهندسين خالد هنيش جابكم، يلا بينا. دي تكاتك دي ولا ايه الكلام؟ جامعه ايه يا باشا؟ الجيش الالمانيه. ده باور بانك ده ولا ده ايه؟ سوبر كار. خش هنجيبك، خش هنجيب. ماشي، معموله لناس قصيره دي. ده عشان لما اسرقها المس. دور دور بس اقعد كهربني وحتى امك. وعربيه مطافي دي يا ابني ولا دي؟ في اوائل الحوار هنا بيعملوا سباق. سباق؟ يعني انتوا هتسابقوا بدي؟ بكره عليك ثانيين. انتوا هتوصلوا بكره اصلا. بترخص بقى ونروح حاجه الاهرام ولا لا؟ يلا بينا. مين تاني؟ مين تاني عنده عربيه؟ جامعه ايه؟ اليابانيه؟ لا والله. عاملين عربيه يابانيه ولا مصريه؟ السبوتات دي؟ لا والله انا اصل انا عايز اسال شبه باشا. الباب وقع، دي بتترفع بكوريك كمان. هو السباق ده انت هتكسب على اي اساس؟ سرعه؟ اكتر من حاجات. في برزنتيشن بتعملها بتتكلم عليها، وفي برضه سرعه، ثلاث مكان، في واحد سرعه وفي واحد على حسب عايزه. انتوا مسمينها ايه الاول؟ سوسو. طب انا هسالكم سؤال هندسي. انت دلوقتي سواق معاك اتوبيس فيه 40 شخص، مليته، فوصلت للمحطه الاولانيه، نزلت من ال 40 شخص سبعه. ماشي، وطلع خمسة، وصلت للمحطة اللي بعديها طلع ثلاثة نزل ثمانية، يبقى السواق عنده كام سنة؟ 21 سنة. أنا السواق مش قلت لو أنت؟ دي بقى جدد بقى، جدد جدد معايا، جدد معاك. مهندسين جامدين. جدد معاك المعلم معاك. هي دي بقى بتفرق دماغ المهندس. ما بقتش بحلم فين على فين. يلا يا باشا كده وسع لي. مفتاح ثمانية، مفتاح ثمانية. مفتاح 8 يا عم انت كده، وهات متشارك ده بتاع انبوبه، ده هات مفتاح 8 معاك ولاعه، نشوف في تسريب غاز ولا حاجه. يا ابني ركز معايا يا ابني. جامعه ايه؟ اكاديميه بحريه. جامدين. اكاديميه بحريه، بس هي شبه 27 صح ولا 25؟ ايوه يا باشا، قابل واحد رصص بقى، محتاجه ترصيص. دي ميني دي؟ ها معاكوا اسعافات اوليه وكده؟ في حاجات بتشوك جوه. فين يا باشا الكلاكس؟ بالشاشه كمان كاتبه كلام. بس انتوا صارفين على فكره جامد بره، بس مستخسرين جوه. ده ايه دي يا باشا؟ دي بقى دباغه دي ولا دي ايه؟ انتوا جامعه ايه؟ جامعه دمياط. يا جماعه سلام لجامعه دمياط. على قائد السياره الحمراء التوجه الي. مين اللي عمل الديزاين؟ انت عملت ازاي عشان كده لابس قميص؟ لو مثلا انا راكنها في البيت واخدها اشغلها كانها مثلا باور بانك او مولد او كده، والكهرباء بتقطع وكده، ايه اللي بيميز عربيتكم عن بقيه العربيات؟ حاسب كده، حاسب كده. ورينا بقى، ورينا يا بيه. مش شايف بقى بنزين؟ ورينا. تعالى بص ورا. في بقى بنزين 95، فيها اير باج؟ يعني اه ان شاء الله. ايه عوامل الامان في العربيه؟ عوامل الحزام. عندنا هنا غير الحزام، في طبعا ان انت هنا بتتربط، لو اتقلبت ديك العربيه ان شاء الله ان شاء الله الشاسيه يحميك. لا لا لا، الشاسيه بيحميك انت. تخرج حي يرزق من غير بس العربيه تبقى العربيه تبقى امان. عنده طموح ان هو مثلا لما يتخرج من الكليه يفتح مصنع يبقى عنده عربيات كهرباء وينتج عربيات كهرباء وكده؟ اعتقد كل اللي هنا والله عندكم. احنا العربيه الوحيده اللي فيها تشارجنج بورد بقى. العربيه تشارجنج ايه؟ بورد، شحن العربيه. شحن العربيه زي العربيات الكهرباء بقى اللي هي الكوميرشال. بقيه العربيات اللي موجوده. انا مبسوط منك على فكره. انا مبسوط منك، انت لازم تقدم في شارك تانك وتقدم لهم الحاجات دي. شباب جامعه شبرا بيقولوا ان دي خامس سنه للمسابقه اساسا. انا اول مره اعرف ان في مسابقه كده، فدي حاجه حلوه ان ده يبقى موجود في مهرجان العالمين الجديده، ان احنا يبقى عندنا العربيه والعربيات دي وبنشوف السباق، والشباب هنا بياخدوا فرصه. شباب المنوفيه الجامدين. انت عنا شباب المنوفيه. سوق يا باشا، بسم الله.
هتسيب يا محمد على شمال اجيب شمال 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 يمين 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 اي حاجه اللي يمين. الله اكبر علينا. ايه الجمال ده؟ وديني القاهره بقى وديني القاهره هكسر لهم الدريكسيون. لا المنوفيه صرفه ومكلفه. بس احنا عاملين حوار جال ليه بقى؟ ممكن تشحن الفيشه عادي يعني ممكن نقف نشحنها جوه. هم دول المنوفيه يا جماعه شحنها في البيت بتشحن اليو اس بي. تحيه كبيره لشباب المنوفيه. وبكده دي واحدة من الحاجات اللي احنا حضرناها هنا في مهرجان الحرمين الجديدة. شباب زي الفل مصروف على تعليمهم جامد. شباب هندسة من كل جامعات مصر مكملين لسه. ترى هنشوف ايه تاني في مهرجان الحرمين الجديدة. يلا بينا ودينا محمد فين العود.